اصلا من اول هذا لازم يصير، انه حاليا احنا عندنا بالاردن نسبه الطلاق زادت كل ما لها عم تزيد. يعني لو احنا نلاحظ سنه عن سنه نسبه الطلاق مالها بتزيد. حاليا انت بتروح على المحكمه الشرعيه كله اغلى وبده يطلق بدوش يتجوز. هي لها داعي لناس معينه، فئات معينه اللي مو فاهمه هذا الشيء مزبوط، بروح عليها باخذ محاضرات باخذ دروس عاد ما في اي مشكله. اكيد بنعملهم لانه زادت نسبه الطلاق عندنا بالاردن، فيك توعيه للشباب عندنا. هلا اذا هاي الدروس انه توعيه لقدام انه شيء بفيدني وبفيدها اكيد اه. لانه حسب العمر، اما في ناس تتجوز صغار تبقى لسه يعني ما لسه جاهله، يعني لسه ما بدها حدا يوعيها. اه اما الواحد اذا كان عمره كبير يعني ما بيبقاش حدا يوعيها. اكيد شيء مفيد واكيد راح توضح لنا اشياء كثير لانه عن الحياه الزوجيه. يعني هي المفروض تتاخذ من منهج ديننا، تمام؟ يعني المفروض تنبنى على اساس اسلامي. اذا كان هي هيك نظرته وهيك توجهها بروح.